السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات جديدنا لليوم، بالتحديد من صالة الجفالي الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية للسيارات مرسيدس بنز. بالتحديد تغطيتنا بتكون على جي تي 53 موديل 2020، بنستعرضها مع بعض على السريع. بداية طبعا السيارة هذه بالتحديد ما كان الأمل إني أشوفها، كنت متوقع إني أجي أزور فرع الجفالي في مدينة جدة، بالتحديد في أوتومول أقابل جيب مرسيدس اللي هو 63، لكن للأسف ما لقيت الجيب، فحبيت أغطيها لكم بشكل سريع بما إني نزلت من عدة أيام بوست خفيف عن هذه السيارة بالتحديد. فخلينا نجمل ونكمل التغطية عليها بشكل كامل. بداية قبل ما نبدأ هذه التغطية، أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة اكتبوا لنا في خانة التعليقات وش تعليقكم أو إشاراتكم عن مرسيدس بنز بالتحديد فيت الجي تي 53. الواجهة الأمامية تختلف طبعا، تختلف عن سيارات السيدان العادية أو عن جيوب مرسيدس بشكل عام. الشبكة الأمامية جاية بشكل عملاق، يعني بالمعنى الحرفي الشبك ما شاء الله كبير، فيها فتحات تهوية، أكيد سيارات سبورت بتكون بهذا الشكل. حساسات أمامية منتشرة، فيها أنظمة استشعار رادار، كل هذه المواصفات موجودة يعني طبيعي تكون موجودة. التقنيات عالية جدا فيها، إضاءات اللي موجودة عليها الـ LED فطبيعي بتكون. خلونا نشوفها من تحت بالتحديد، خط من الكروم أسفل الصدام. طبعا فيها زوايد رياضية مثل الجي تي ار جايينها، بس تصبر علينا شوي نخلص من الام جي بعد كذا نتوجه للجي تي ار. مع بعض نشوف ارقام المحرك او ارقام القلب النابض. السيارة محرك 6 اسطوانات، الاحسن فيها ناقل حركة 9 سرعات بشكل كامل. طبعا السعر الأساسي 600,000، سعر بعد الضريبة 708,000. طبعا هذه أسعار مبدئية، تقدر تزور فرع الوكالة إن كان فيها خصومات أو راح تنزل عليها خصومات، زور فرع الوكالة بإذن الله بيشوفوا لكم فيها إذا كانت خصومات أو لا. طبعا مرسيدس بشكل عام سيارات معروفة، تبغى تضيف عليها حاجات أكيد بيضيف، بيكون عليك المبلغ أزود، فمثل ما أنت بغيت. بعد شوي بصور لكم أماكن التصميم، تصميم السيارة، يعني بغيت كاربو فايبر، بغيت نوع الجلد، هذه كلها تقدر تفصلها بالطريقة اللي أنت تبغاها. فبعد شوي بإذن الله بعد هذه التغطية بصور لكم أماكن تفصيل السيارة بمعنى أصح. طبعا غرفة هذه انا احب اصورها بشكل عام بغض النظر ان كانت مرسيدس ولا اي شركة. مشتت للهواء، 4 فتحات اكزوز او 4 فتحات شكمان، شعار AMG، شعار مرسيدس، امكانيات عالية. طبعا السيارة مكفولة بحكم ان الصالة فيها عدة عملاء، في الوقت الحالي صار مكفولة، لكن بغتنم الفرصة وشوي كذا اكيد بنفتح السيارة ونتفرج عليها من داخليتها بشكل كامل. مثل ما انتم شايفين اللون الداخلي جاي باللون الاحمر، يعني على السيارة ما شاء الله عليها تفاصيلها بشكل كامل. طبعا هذه التغطية برعاية صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، ومشكورين الأخوان في صالة مرسيدس بالتحديد الجفالي سمحوا لنا نصور السيارة بشكل سريع. في أمان الله.